السلام عليكم. اليوم نذهب إلى ولاية خنشلة لنقف على تجربة استصلاحية نتاع شركة كوسيدار، لنقف على المستثمرات الفلاحية الجديدة التي تم إحداثها من طرف فرع مجمع كوسيدار، فرع فلاحة المختص في المحيطات الكبرى وبما يسمى بالمحاصيل الكبرى. إذا نروح إلى صحراء الممشى بولاية خنشلة لنتعرف على التجربة الرائدة واللي تعتبر أكبر استثمار فلاحي في الجزائر من طرف مجمع كوسيدار. إذا بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا التقرير العالمي عن حيثيات الاستثمار الفلاحي في ولاية خنشلة من طرف مجمع كوسيدار. إذا نترككم تتابعون، والسلام عليكم. في صحراء ممشى بولاية خنشلة تمكنت شركة كوسيدار للزراعة من تحويل صحراء قاحلة إلى جنة خضراء فيها من المحاصيل ما يدخل في سلة غذاء المواطن وفي صناعة معادلة الأمن الغذائي للبلاد. على مد البصر تتربع هذه المساحات الخضراء في صحراء ممشى الشاسعة محاصيل زراعية مختلفة من الحبوب والأعلاف الحيوانية والأشجار المثمرة. أنشئت مؤسسة كوسيدار الزراعة للمساهمة في التنمية الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد ولتقليص فاتورة الاستيراد. استفادت المؤسسة من محيطها الأول في جنوب ولاية خنشلة لاستصلاح الأراضي الفلاحية، حيث تم إنشاء المستثمرة الفلاحية بإجمالي استثمار قدره أكثر من 6 مليارات دينار جزائري. وفي إحدى زوايا هذه المستثمرة النموذجية تتم عملية تربية سمك البلطي الأحمر، وكذا تسمين العجول وفق خطة مدروسة لتوفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية والحد من استيراد هذه الشعبة الفلاحية المهمة. حيث قمنا في العام المنصرم بإنتاج حوالي 250 طن من اللحوم الحمراء وغيرها. أما هذا العام في نهاية العام الحالي نطمح بإنتاج ما يعادل تقريبا 700 طن من اللحوم الحمراء وغيرها. وفي نقلة نوعية تعتمد شركة كوسيدار للزراعة على إحدى المؤسسات الناشئة في تسيير وتنظيم عمليات الري بالرش المحوري للمحاصيل وفق طرق تكنولوجية حديثة، إضافة إلى معرفة خصائص وجودة التربة عن بعد. تعاقدنا مع شركة كوسيدار أغريكول باش نخدموا لهم ان سيستم جوستمون دو سيستم دو كابتور باش نقراو لي كاركتيرستيك تاع لو سول، وباش يعود الانجينيور تاع الفلاحه يعرف التربه تاعو اسكو تسحق الماء، اسكو فيها حراره، اسكو تسحق البياش او طالع، اسكو لازم يدير لها الدواء ولا لا. وثانيك ان شاء الله رانا نخدموا ثانيك على باش نردوا ليريغاسيون اوتوماتيزي. الزراعات الاستراتيجية وغيرها من المشاريع التنموية المهمة سبيل الجزائر الجديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد.